إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على النبي محمد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، إنك حميد مجيد. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، إخواننا الكرام في الله، إخواني وأحبابي في الله، لو يعني واحد من الناس، من عظماء الناس، وزير ولا ملياردير ولا فواحد من بسطاء الناس بيكلمه، فتجرأ عليه في الكلام، فاعتدى عليه في الكلام، فبدأ يتعامل معاه بطريقة دنيويا غير لائقة، يقوم التاني يفكر انه يكسر هذا الضعيف اللي بيتجرأ عليه، يقول له ايه؟ يقول له انت نسيت نفسك، انت مش عارف انت بتكلم مين. في الدنيا بنسمي هذا الرجل اللي قال الكلام ده متكبر، والتكبر من اسوأ الصفات في حق البشر. ليه؟ نسيت نفسك مع مين؟ مش عارف هو بيكلم مين. يعني ايه؟ انت عبد وهو عبد. ما ينفعش مخلوق يقول لمخلوق انت نسيت نفسك، انت عارف انت بتتكلم مع مين. انت كنت نطفة وهو كان نطفة، انت هتبقى تراب وهو هيبقى تراب، انت هتقف من ايدين ربنا حافي عاري وهو هيقف من ايدين ربنا حافي عاري. ففي الدنيا سمم المخلوق اللي يقول للمخلوق الكلمة دي متكبر، واعتبروا انها من اسوأ الصفات. بل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مثقال ذرة من كبر تمنع العبد من دخول الجنة، ولكن الله سمى نفسه المتكبر. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. فحينما يسمي الله سبحانه وتعالى نفسه المتكبر، ما معنى اسم الله المتكبر يا عباد الله؟ عايزين نعيش في خطبة اليوم مع اسم الله المتكبر. اسم من أسماء الله الجميلة، اسم من أسماء الله اللي كلها رحمة وكلها عزة وكلها عظمة، اسم من أسماء الله اللي هيفهمك حاجات كتير جدا بتحصل في مصر وبرا مصر وفي العالم، حاجات كتير جدا بتحصل في حياتنا واحنا مش واخدين بالنا منها. اسم هيفسر لك حاجات كتير ممكن تكون بتحصل حواليك وبعضنا ما هوش واخد باله منها. اسم الله المتكبر. في الدنيا يقول لك معرفة الناس كنوز. طب معرفة الله تساوي ايه؟ ان احنا نتعرف الى الله باسمائه وصفاته. في يوم من الايام صنع في امريكا سفينة اسمها تايتانيك، سفينة ضخمة، كانت اعظم سفينة على وجه الارض. هذه السفينة كان يعني سفينة يعني الناس في العالم كلهم انبهروا بيها، وعملوا اول رحلة بهذه السفينة. صاحب السفينة وهم بيكلموه قال لهم: الله لا يستطيع ان يغرقها من كتر التكبر اللي في صدره. لما حاز هذه السفينة وهم في الطريق اصطدموا بجبل جليدي، اتشقت السفينة 96 متر. في خلال ساعتين كانت السفينة واللي فيها كلهم تحت الماء، كانت السفينة واللي فيها غرقة. سبحان الله. إخواني، هنتكلم النهاردة عن أربع عناصر في اسم الله المتكبر. العنصر الأول: فأنساهم أنفسهم. العنصر الثاني: وما قدر الله حق قدره. العنصر الثالث: وربك فكبر.
وربك فكبر. العنصر الرابع الجبار المتكبر فأنساهم أنفسهم. ربنا بيكلمنا عن ناس ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا مين هو ربنا، نسوا إيه صفات ربنا، نسوا غنى ربنا، نسوا جلال ربنا، نسوا عظمة ربنا. فربنا عاقبهم بأخطر عقوبة ممكن إنسان يتعاقبها في الحياة، فأنساهم أنفسهم، نساهم فقرهم وعجزهم، فتهيأ لهم إنهم قادرين، اتهيأ لهم إنهم عارفين يعملوا حاجة لحد ما اصطدموا بعجزهم وفقرهم في الدنيا، فأنساهم أنفسهم. أكبر مصيبة إن الإنسان ينسى مين الغني ومين الفقير، مين القوي ومين الضعيف، مين القدير ومين العاجز، مين العليم ومين الجاهل. المصيبة التي قالها، التي تحدثت عنها الآية قبل أن يذكر الله المرة الوحيدة التي ورد فيها اسم المتكبر في القرآن، ولا تكونوا كالذين نسوا الله، نسوا مين هو ربنا فأنساهم أنفسهم، فنسوا مين هم. عشان كده اسم المتكبر لما ربنا يقول للعبد انت نسيت نفسك، انت نسيت انت مين وانا مين، انت نسيت مين المخلوق ومين الخالق. اسم المتكبر يظهر حينما يتكبر العبد فيحتاج الى معاملة من الله يذكره المتكبر بها من هو المخلوق ومن هو الخالق. اوعى تعرض نفسك لعقوبة فانساهم انفسهم. يعني يا جماعة فانساهم انفسهم، البني ادم ضعيف جدا مهما كان، ميكروب محتاج يتكبر عشرات الالاف تحت الميكروسكوب يدخل جسمه. مصر كلها كانت مرعوبة من 3 فيروسات الفترة اللي فاتت، الفيروس منهم محتاج يتكبر 50 و60 ألف مرة تحت الميكروسكوب الالكتروني عشان يتشاف، ولكن يدخل جسم البني ادم يتشل التنفس ويموت البني ادم وهو مش قادر يعمل حاجة. نقطة دم واحدة تتجلط في جسم اعظم عظماء الدنيا واغنى اغنياء الدنيا واجمل جميلات الدنيا، نقطة دم واحدة تتجلط بشلل نصفي، الانسان اتعمى، الانسان اتخرس، نقطة دم واحدة تتجلط يدخل عليه ابنه ما يعرفش ده مين، يتوه في الشارع ما هوش عارف بيته فين، مرض واحد لأغنى أغنياء العالم يخليه يبيع ما اللي وراه واللي قدامه، يبيع ما يملك حتى ملابسه التي عليه. أعظم ملوك الدنيا في لحظة يحصل عليه انقلاب يتشال وتراه وهو في مشهد لا يمكن تتخيل إن الملك فلان الفلاني بقى له الوضع بتاعه. الإنسان بيتقلب كل يوم وهو نايم على السرير 38 مرة في النوم الواحدة، 38 مرة. لو ربنا سبك في مرة واحدة منهم هتصحى هتلاقي حالتك شكلها ايه يا اخوانا. الله كك ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. اوعى تنسى انت ايه، اوعى تنسى فقرك، اوعى تنسى عجزك، اوعى تنسى ضعفك. شاب خد الدكتوراه من فرنسا ورجع الى بلده واصاب من الاموال وتزوج من شاء من امرأة جميلة ورزق السيارات وصاحب مركز وصاحب وشاب جميل ووسيم وانيق وهو في عز شبابه يبتليه الله بالعمى، يروح بصره الشغل يفضل يبعت له الجوابات ويرد على الجوابات بتاعت الشغل، ولكن الشغل مش هيفضل يعني صابر معاه بالمنظر ده، بعد شهر يرفد، بعد شهر يخسر ما كان فيه ويقول اتمنى لو اني اجلس على رصيف ولكن ارى ولكن يرد الي بصري. الانسان غلبان، الانسان لو راحت عينيه هيعمل ايه، الانسان لو بلا سمع هيعمل ايه، الانسان فقير لكل حاجة، فقير في كل حاجة. الانسان عندك غدة في مخك اسمها الغدة النخامية، نص جرام بتفرز 16 هرمون بيتحكموا في جسمك كله. الغدة النخامية دي لو حصل فيها خلل، انت الوقت بتشرب في اليوم 4 كوبايات مية، هتشرب 4 براميل مية كل يوم وهتفضل عطشان. لو الغدة دي حصل شيء من الخلل في الوظائف بتاعتها، ده غير الانسان ضعيف يا جماعة. فانساهم انفسهم، اللي بيتمردوا على شرع الله، اللي ماشيين بيعصوا ربنا في الشوارع، اللي بيحاربوا دين الله، اللي بيحاربوا اولياء الله، اللي بيستهزئوا بسنة رسول الله، اللي بيبرزوا ربنا بالمعاصي للنهار، فانساهم انفسهم.
بني ادم ضعيف. لو فيتامين ايه قل في جسمه قل ايه قل يعني حاجة لا توصف من القدر قل في جسمه يجيله عشا ليلي يفضل بالليل كده. لو فيتامين دي قل في جسمه يجيله كساح. لو فيتامين كيه قل في جسمه ينزف من كل حتة. لو فيتامين بي قل في جسمه يجيله جنون، يا اما يخرف يا اما يتشل يا اما يجيله صرع. لو فيتامين ايه قل في جسمه يجيله ضمور في عضلة القلب. لو فيتامين كل ده البني ادم اضعف من الضعف. لو شوية كوليسترول زادوا في دمه شرايين قلبه تبوظ، يبقى عايز عملية قلب مفتوح والا يموت. لو حصوة نص سنتي نزلت في الحالب يصرخ اشد الرجال كأنه امرأة في ولادة متعسرة. لو حمض اليوريك زاد في جسمه ما يقدرش يحط كعب رجليه على الارض والا يصرخ من الالم. الانسان ضعيف، الانسان في لحظة بيفقد كل ما هو فيه، زي كبس النور اللي تتك عليه يطفى، سكتة دماغية كل حاجة تروح وكل حاجة تنتهي. فانساهم انفسهم، مصيبة ان الانسان ينسى نفسه، مصيبة ان الانسان ينسى هو مين. ساعتها ربنا هيوريه مين هو المتكبر، ساعتها سيعامل باسم الله المتكبر. لما ينسى هو مين، لما ينسى نفسه وفقره وعجزه. الحديث اللي كان ابو مسلم الخراساني بيكسو على ركبته اول ما يجي يرويه، الحديث الذي قال عنه الامام احمد اعظم ما روى اهل الشام، حديث يا عبادي كلكم ضال، كلكم تايهين، كلكم مش عارفين مصلحتكم فين، كلكم. مفيش مخلوق يروح ياخد شريعة من مخلوق، مفيش مخلوق يروح يسترشد بمخلوق، كلكم ضال الا من هديته. يا عبادي كلكم عار الا من كسوته. افقر واحد على وجه الارض ما هوش ماشي عاري. الانسان العاري ده يعني اللي معناها انه وصل من الفقر لدرجة لا يتخيلها احد. كلكم عار الا من كسوته. في فقير يستنجد بفقير، في ضعيف يقف على باب ضعيف، في مسكين يتوسل عشان يتصدق عليه مسكين. كلكم جائع، كلكم جعان، عاري، تايه الا من هداه الله وكساه الله واطعمه الله. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، لو السبعة مليار بني ادم، لا ومن ايام ادم لحد يوم القيامة وكل الجن كمان معاهم، كانوا على اتقى قلب رجل منكم، كان كله على قلب محمد بن عبد الله. لو الكرة الارضية عايش عليها سبعة مليار محمد بن عبد الله ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم، لو مئات المليارات من البشر والجن عبر التاريخ كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم، على قلب ابليس، لو الكرة الارضية على سبعة مليار ابليس ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي انما هي اعمالكم. القضية كلها عملك، القضية كلها انك بتتعامل على حسب عملك. هتنكسر لله ربنا هيرفعك، هتتجبر على ربنا. شوف اسم الله المتكبر هيعمل في حياة المتكبرين على الله، المتمردين على الله ايه. اخوانا سبحان الله العظيم، الانسان لما يتدبر في نفسه ويتدبر. الانسان مهما اغتنى فقير، اغنى اغنياء الدنيا، الحاكم بتاع مصر لما كانت بنته قطر الندى اتجوزت الخليفة في العراق فبعتها لجوزها، فقال ينفق من خزانة مصر الغنية جدا يبني لها قصر في كل محطة تنزل فيها. دولة مصر كلها فلست بسبب الحركة دي. مهما انسان اختنى فهو فقير، لما يجي يصرف يقول لك خد من التل يختل، انما ولله خزائن السماوات والارض. مهما الانسان عمل ضعيف، اغنى اغنياء العالم بيل جيتس يقول لك ليس هناك اتعس من اغنى رجل في العالم. كريستينا اوناسيس لما كانت اغنى مليارديرة في العالم قالت واتعس امرأة في العالم. الانسان مهما طلع هيطلع فين؟ الانسان ضعيف، الانسان فقير. المصيبة فانساهم انفسهم. انك انت تنسى انت ايه، انك انت تنسى انت كنت ايه، وانك انت تنسى انت هتبقى ايه. ده تراب من المقابر، تراب من الترب، من العسوي، بشر في يوم من الايام وبقى تراب، وده تراب من الشارع
تراب من الارض. ده انت كنت في يوم من الايام، وده انت هتبقى في يوم من الايام. دي بدايتك ودي نهايتك يا ابن ادم، بتتكبر على ايه؟ ولما يذكر اسم الله المتكبر تلاقي الناس يقولوا طب هو ربنا سمى نفسه المتكبر ليه؟ عشان يفوقك، عشان يعرفك انت مين وهو مين. دي بدايتك ودي نهايتك. ده التراب اللي انت بدأت منه. التراب شوف الفقر فيه ايه؟ شايف فيه جمال؟ شايف فيه ذهب؟ شايف فيه ثروة؟ شايف فيه اي قيمة؟ فقر الفقر، عشان تعرف ان احنا فقراء في كل شيء. وده نهايتك يا ابن ادم. ده كان ممكن شاب جميل جدا او فتاة جميلة جدا، او ممكن جزء من اجساد شباب على الرجال على نساء كتير. يا ترى اللي ده الجسد بتاعه بقى تراب، يا ترى دلوقتي بيتنعم ولا بيتعذب؟ يا ترى ده كان عارف انه في يوم من الايام هيبقى شوية تراب، كبش التراب يرفع امام الناس ويتعظ بهم الناس. انت كنت ده وهتبقى ده. انت كنت ايه؟ فانساهم انفسهم، ان الانسان ينسى نفسه، هي دي المصيبة. ربنا سمى نفسه المتكبر عشان يفكرك في كل لحظة انت ايه وهو ايه. الانسان بدأ بدي في يوم من الايام، امتى محدش يعرف، من ملايين السنين ولا من امتى محدش يعرف. ربنا يأمر ملك من الملائكة ينزل لمكان في الكون اسمه الكرة الارضية، لما ما كانش عليها ولا بني ادم في اللحظة دي، يأمره انه يجيب كبش التراب من الغابات من الصحراء من كل مكان فيها، ويصعد الملك بهذه القبضة من التراب. محدش عارف القبضة دي هتبقى ايه. جبريل ما يعرفش، اسرافيل ما يعرفش، ابليس اللي كان طاووس الملائكة في العبادة ما يعرفش. محدش عارف دي هتبقى ايه. دي هتبقى انت، دي ربنا هيخلقك منها، دي ربنا هيصنعك منها. بعد كده الانسان بقى طين، الانسان تحول الى طين. بعدها الانسان بقى عامل زي الصلصال الطين اللازب. بعد كده الانسان بقى عامل زي الفخار، الطين اللي زي الفخار، صلصال كالفخار. الصلصال مش معناه الصلصال بتاعنا، زي الفخار كده، زي القلة كده لما تكسر حتة منها. بعدها الانسان بقى بني ادم. بعدها الانسان هيبقى دي، هيبقى شوية تراب، هيتحلل وهيبقى شوية تراب، الا ان مات شهيد وربنا قبل منه الشهادة. ما بتتكبر على ايه؟ الانسان بيتكبر على ايه؟ فانساهم انفسهم. انت نسيت انت كنت ايه؟ انت نسيت. وبعد كده لما الانسان بقى بني ادم بقى، انت عارف انت جيت ازاي؟ ده في لقاء ما بين زوجة وزوج، ما بين رجل وامرأة، ونزل مني في حوالي نص مليار حيوان منوي، نص مليار بني ادم، كل واحد راكب يخت، وطلعهم من شاطئ افريقيا الغربي بينطلقوا في مسابقة لحد شاطئ امريكا الشرقي عبر المحيط الاطلنطي، ويخت واحد اللي هيكسب. انت اللي ربنا اختارك من وسط النص مليار. حيوان منوي اسمه حيوان منوي، ويفضل يقطع المسافة. حيوان منوي وزنه واحد على المليار من الجرام. ده انت كنت ده في يوم من الايام، لحد ما يوصل للبويضة يبدأوا يكونوا مع بعض النطفة، وتبقى علقة، حتة دم متعلقة بشعراية في جدار الرحم، لو اقل حاجة ممكن توقعها. وبعد كده يتحول لمضغة، بعد كده يبقى حجمه 1 سنتي، كل اجزاء جسم الانسان موجودة فيه، وهو حجمه لما يتحط من عقلتين الصابع يبقى عقلتين الصابع اكبر منه، تبقى عقلة الصابع ضعف الحجم بتاعه. ده انت كنت ده في يوم من الايام. وبعد كده وهديناه النجدين يخرج من رحم الام. يعني ايه النجدين؟ احد المفسرين قال لك اي الثديين. يعني ايه؟ عارفين بوليس النجدة؟ لما واحد بيقتل واحد فيقول يا بوليس النجدة، النجدة يا خلق الله، النجدة يا عباد الله. النجدين تخرج من رحم الام، هتموت من الجوع، مفزوع مرعوب، لو اي صوت جنبك المولود يتنفض كل حتة في جسمه، وما انتش عارف اي حاجة الا حاجة واحدة بس. الانسان بيتولد ما هوش عارف ولا معلومة الا معلومة واحدة بس، ان في حاجة اسمها ثدي، وان الثدي ده فيه لبن، وان هو عشان ياخد اللبن يحط بقه على حلمة هذا الثدي ويفضل يحرك بقه بطريقة معينة، يقوم اللبن ينزل بقه. الانسان اللي جاهل بكل حاجة، مين اللي علمه المعلومة دي؟ وهديناه النجدين، لولا ان الله انجدك بان علمك هذا
دي معجزة طبية يا جماعة. طبيا يقولك المولود ما هوش عارف اي حاجة الا الموضوع ده. طب عرفه منين؟ ومين اللي علمه هذا النجدة؟ ومين اللي انجده باللبن اللي نازل من الثدي ليه؟ وبعد كده يكبر المخلوق وينسى نفسه ويقولك، يقول له واحد انت مش عارف انت بتكلم مين. بتكلم مين يعني؟ واحد صاحبنا بيكلم شاب على معصية، فالشاب قال له انت مش عارف انت بتكلم مين؟ قال له يعني انا عبد وانت عبد، يعني بتكلم مين يعني؟ مش عارف، الله الله اعلم، بس انا وانت مخلوقين وربنا هو الخالق سبحانه وتعالى. انت عارف انت ايه؟ انت عارف انت ايه دلوقتي؟ ربنا يا جماعة خلق 7 سماوات، انت عايش في سماء واحدة منهم بس. السماء دي العلماء رصدوا فيها السماء الدنيا 400 مليار مجرة، انت في مجرة واحدة بس. المجرة دي العلماء رصدوا فيها 100 مليار نجم، انت في نجم واحد بس. النجم ده حواليه 9 كواكب في العد القديم، انت على كوكب واحد بس اللي هو الارض. الكوكب ده عليه 6 قارات، انت في قارة واحدة بس. الكوكب ده فيه حوالي 160 دولة، انت في دولة واحدة من قارة واحدة بس. الدولة دي فيها يجي 30 محافظة، انت في محافظة واحدة بس. المحافظة دي فيها مئات القرى والمدن والمراكز، انت في مدينة واحدة بس. المدينة دي فيها الاف الشوارع، انت في شارع واحد بس. الشارع ده اللي انت فيه دلوقتي فيه مئات العمارات والحودات، انت قاعد في مكان واحد بس اللي هو في المسجد ده. المسجد ده انت ما تجيش 1 في 100 ألف من حجم المسجد. انت ايه بتتكبر على ايه؟ وانت عارف انت هتبقى ايه؟ زي الحسن البصري لما قال كيف يتكبر عليها واوله نطفة مذرة، اللي بيتكبروا على ربنا وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شريعة ربنا. ولما تنزل عقوبات المتكبر يقول هو ربنا بيعاقبنا ليه؟ هو الهم اللي الناس عايشة فيه ده ليه؟ عشان ربنا يذكر الناس. وبعد كده اوله نطفة مذرة واخره جيفة قذرة، واخره جيفة قذرة وهو بين هذا وذاك يحمل البول والعثرة. حسن البصري بيقول انت مش عارف هتبقى يا ابن ادم، ده انت لما تنزل في القبر هتبقى عامل زي حتة اللحمة المعفنة، كأنك جبت حتة لحمة وحطيتها في طبق وسبتها شهر في بيتك، لما تدخل عليها مش هتطيق ريحة الأوضة منها، ما انت هتبقى زي ده. ايه؟ واوخره جيفة قذرة. الانسان بيتكبر عليه يا جماعة اسم الله المتكبر، فانساهم انفسهم. ثانيا، وما قدر الله حق قدره. وما قدر الله، انت عارف انت مين؟ ده كان في الاول. انت عارف هو مين؟ انت عارف مين هو ربنا؟ انت عارف من هو مالك الملك؟ انت عارف من هو المتكبر سبحانه وتعالى؟ يا جماعة انت عشان توصل لطرف الكون، العلماء رصدوا 160 مليار سنة ضوئية نجوم ومجرات بالتلسكوبات، وهم مش عارفين ورا كده ايه اصلا، ده جزء من السماء الدنيا. يعني انت عشان توصل لطرف الكون محتاج تركب صاروخ بيجري بسرعة الضوء، وبعد 160 مليار سنة ضوئية مش هتوصل للطرف برضو. ليه؟ لان الكون بيتمدد كل دقيقة 1 تريليون سنة ضوئية، وكل السماء دي السماء الدنيا، وكل السماوات السبع دي مخلوق. اذا كان هذا عظمة مخلوق، فما عظمة الخالق؟ فما عظمة الله؟ اذا كان ملك واحد حجمه قد السماوات السبعة، رأسه عند العرش ورجله قد مرقت في الارض، ده حجم ملك. اذا كان ده عظمة مخلوق، امال عظمة اللي خلقه ايه؟ وكل ده السماوات السبع ديت، السماوات السبع ده عالم ما تحت سدرة المنتهى. سدرة المنتهى ديت اللي في سورة النجم بتفصل ما بين عالمين، عالم ما فوق سدرة المنتهى اللي النبي طلع فيه في رحلة المعراج، وعالم ما تحت سدرة المنتهى اللي هو السماوات السبع والأرضين السبع. ممنوع ان مخلوق من عالم ما تحت سدرة المنتهى يطلع فوق، ولا مخلوق من فوق ينزل تحت. جبريل من عالم ما تحت سدرة المنتهى،
جبريل من عالم ما تحت سدرة المنتهى وعالم ما فوق سدرة المنتهى أعظم، ده اللي في العرش وده اللي في حجاب النور وده اللي في حملة العرش وده اللي في الملائكة الذين حول العرش وده اللي في الملأ الأعلى. فتخيل يعني السماوات السبعة اللي احنا عايزين نتكلم عنها ديت، دي عالم ما تحت سدرة المنتهى، ملائكة السماء السبعة بس. كل يوم بيدخل 70,000 ملك يطوفوا حوالين البيت المعمور ثم يخرجوا منه فلا يعودوا اليه. ليه؟ لان عدد ملائكة السماء السبعة من يوم ما ربنا خلق البيت المعمور لو قسمتهم على 70,000 اكبر من عدد كل الايام اللي فاتت. يعني عدد ملائكة السماء السبعة دي الواحدة قد ايه؟ وكل ده عظمة مخلوق. امال عظمة الخالق؟ الشمس بتلف حوالين مركز مجرة التبانة مرة كل 250 مليون سنة. يا اخوانا احنا مش عارفين مين هو ربنا. وكل ده ايه؟ ده كل ده حلقة في فلاة بالنسبة لعرش الله. كل ده ايه؟ وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامة. لحظة نهاية الارض، لحظة القبض على مجرم الارض، لحظة قبض الارض ونهايتها، والسماوات مطويات بيمينه. كلمة زلزل القلب الحي، لحظة نهاية السماوات، آخر لحظة في عمر هذه السماوات السبع، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. انتوا عارفين مين ربنا؟ انتوا عارفين من هو الله؟ وما قدر الله حق قدره، هو الذي يريكم، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. سحابة واحدة بس منها تنزل على المنصورة تغرقها. ويسبح، ده شوية سيول من سحابة في أسيوط، 24 واحد ماتوا. سحابة نزلت جزء مما فيها، سحابة من السحاب الثقال. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. صوت الرعد ده صوت تسبيح مخلوق. امال لو ربنا سمعنا صوت تسبيح الجبال وصوت تسبيح الاسود وصوت تسبيح البحار وصوت تسبيح المجرات، ربنا سمعنا صوت تسبيح مخلوق واحد. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. الملائكة اللي ملهاش صحيفة، الملائكة اللي ما اتخلق لهاش جنة ونار، بتسبح من خيفة الله. امال البني ادم اللي مستني اول ليلة في القبر وصرات وميزان وعرض على الله وارض محشر يعمل ايه؟ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. ويرسل الصواعق، يعني الصواعق دي جنود ربنا بيبعتها، ربنا بيرسلها. وهم يجادلون في الله. يا نهار ابيض، بعد كل العظمة دي تلاقي الملحدين عاملين مواقع على النت يجادلوا في الله. يا ربي، هو في ناس جاهلة للدرجة دي؟ وهم يجادلون في الله، بس هيعملوا ايه مع مين وهو شديد المحال؟ لما الاتحاد السوفيتي تجبر بالالحاد قبلهم، ربنا عطم وسطه وكالوا في الزبالة قدام شاشات العالم. بوش لما حضر جنازة برجينيف رئيس الاتحاد السوفيتي، زوجته بتحكي في مذكراتها، بيقول كان الجنازة كئيبة بلا روح. ما هم خلاص حتة لحمة معفنة وترمت تحت الارض وخلاص. ربنا سبحانه وتعالى ماذا يفعل بهم؟ وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. تلاقي ليلة السماء ما بطلتش فيها شتاء، ما بطلتش السحاب الثقال تنزل ما شاء الله لا ان تنزل، والرعد والبرق قاعدين يسبحوا طول الليل بجلال الله، وملائكة السماوات السبعة بتسبح بجلال الله، وملحد جاهل قاعد في اوضة يكتب مقال ينفي فيه وجود الله سبحانه وتعالى. وهم يجادلون في الله، وربنا قادر انه يفعل فيما يشاء، ولكن ربنا له حكمة في الانتقام من اعدائه سبحانه وتعالى. سبحان الله. ويقولك وربنا، ربنا يا جماعة، وانتوا في ناس طالعة بتقولك احنا والعياذ بالله ملحدين ومفيش ربنا، امال في ايه؟ انت اللي موجود. سبحان الله العظيم. يعني لو جبنا قرد وجبنا قدامه آلة كاتبة وقعد يضرب عليها كده، ممكن يطلع لنا نظرية النسبية لأينشتاين صدفة مثلا؟
او هو بيضرب كده يطلع لنا معادلة القنبلة الذرية كده صدفة. طب ما حلوة والله ونعرف معادلة القنبلة الذرية بالصدفة كده ونبقى دولة نووية يا جماعة، بدل ما الدنيا كلها واخدنا استضعاف كده رايح جاي. ولا قرد نجيب له آلة كاتبة ويفضل يضرب يقوم يطلع لنا معلقة من المعلقات السبعة بتاعت الشعر الجاهري الجاهلي اللي علقت على الكعبة، او يطلع لنا مثلا قصة لشكسبير مثلا، او يطلع لنا مين اللي ما هذا الجنون، الكون ده اتخلق ازاي، الاعجاز ده اتخلق ازاي. قال لك العلماء لو جبت 10 ورقات كتبت على اول ورقة 1 وتاني ورقة 2 وتالت ورقة 3 كل ورقة كتبت عليها رقم من 1 لـ10 وقمت حطيتهم في جيبك وملخبطهم، قال لك احتمالية انك تمد ايدك تقوم تطلع الورقة رقم 1، قال لك ده احتمال كام في كام، فقال لك 1 في الـ10 ده احتمال عشر، يعني عشر يعني كل 10 محاولات احتمال ان يطلع الورقة رقم 1 في اول مرة، فاول مرة احتمال ان اول مرة تمد ايدك تطلع 1 احتمال 1 في الـ10. قال لك طب احتمال انك تحط ايدك تقوم تطلع الورقة رقم 1 وتقوم حطت ايدك تاني مرة صدفة تقوم طلع الورقة رقم 2، قال لك بقانون الرياضة اللي هم طلعوا منه صدفة اصلا 1%. قال لك طب احتمال انك تحط ايدك تقوم تطلع الورقة رقم 1 وبعد كده صدفة حطيت ايدك تاني قمت مطلع الورقة رقم 2 وبعد كده صدفة حطيت ايدك تالت قمت مطلع بالترتيب الورقة رقم 3، قال لك 1 في الـ1000. قال لك طب صدفة بصدفة بقى قمت مطلع في المحاولة الرابعة الورقة رقم 4، قال لك 1 في الـ10000. قال لك طب لو قمت مطلع بقى اول 5 ورقات بالترتيب صدفة كده، قال لك 1 في الـ100000. قال لك طب لو 6 مرات، قال لك 1 في المليون. قال لك طب الورقة رقم 7 جت صدفة في المرة 7، قال لك 1 في الـ10 مليون. طب الورقة رقم 8 1 في الـ100 مليون. طب الورقة رقم 9 1 في المليار. قال لك طب صدفة حطيت ايدك قامت طالعة سبحان الله الورقة رقم 1، قمت حطيت ايدك تاني صدفة طلعت رقم 2، ايدك تالت صدفة رقم 3، ايدك رابع صدفة رقم 4، ايدك 9 صدفة رقم 9، ايدك 10 صدفة رقم 10. قال لك 1 في الـ10 مليار. عشان 10 ورقات يجوا ورا بعض بترتيب. طب انت اللي ربنا خلق لك في كبدك 200 مليار خلية كل خلية في مكانها، احتمال ان 200 خلية 200 مليار دول يترتبوا جنب بعض صدفة احتمال قد ايه؟ جسمك فيه 1000 مليار خلية مترتبة، احتمال ان صدفة دي قد ايه؟ اذا كان 10 ورقات يترتبوا صدفة 1 في الـ10 مليار، في كل خلية في جسمك 1000000 جزء مترتبين صدفة دي قد ايه؟ جسم جلدك فيه 15 مليون جهاز تكييف رباني خد عرقية صدفة دي تترتب في قد ايه؟ صدفة دي هرمون الانسولين الجزء الواحد 51 حمض اميني، لو واحد منهم مترتب غلط خلاص البني ادم ده ما عادش عنده انسولين ولا بنكرياس اصلا، صدفة دي عشان جزء واحد يتركب قد ايه؟ افلا يعقلون افلا يعقلون. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله، عشان كده ربنا بيقول لهم ايه؟ قل أئنكم لتكفرون. انت عارف لما كانوا بيقولوا أئنك لأنت يوسف واقفين فاتحين بقهم كده بيج واو، مش ممكن انت الطفل اللي رمناه من 40 سنة في الجوب وقلنا ميت ميت، انت اللي قاعد على عرش مصر دلوقتي، أئنك لأنت يوسف. فربنا بيقول لهم قل أئنكم لتكفرون. فعلا ده موجود، فعلا انسان بعد كل الايات دي كافر. أئنكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. العلماء بيقولك اليومين دول 2000 مليون سنة 2 مليار سنة، يعني لو مشينا على القول العلمي يعني ممكن اليوم بمليار سنة عند ربنا. مين بيتكلم على مين؟ مين بيتحدى مين؟ مين بيتمرد على مين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. فعلا يا اخواني المستكبر ده لا يدخل الجنة، من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. اسم الله المتكبر عشان البني ادم يفتكر هو مين ومين هو ربنا، ما ينساش نفسه، لان نسيان النفس ده اسوأ عقوبة اسوأ عقوبة. مرة كنا بناكل مع بعض كده في مكان من الاماكن، فكان في علبة شطة شديدة قوي وواحد دخل في المكان ده وعارفها، فواحد مننا سخن وعايز يحط ايه
شطة ويأكل كتير. فالمقرب قال له يا عم دي مولعة، دي هتولعك، دي مش هتستحملها. قال له لا ده انا وحش. قال له وحش؟ طب ادخل يا وحش، مش انت وحش؟ شوف بقى الوحش هيعمل ايه لما يبدا لما. فالبني ادم بيقولك انا وحش، طب ادخل يا وحش بقى، ادخل لما تعرف انت جاهل قد ايه، لما قلبك يتحرق بعجزك وانت تايه في الحياه من غير ربنا هتعرف انت ايه. اكبر عقوبه فانساهم انفسهم، ان الانسان ينسى هو فقير قد ايه، هو عاجز قد ايه، هو جاهل قد ايه، لانه نسى الله، نسى مين هو ربنا. عشان كده يا جماعه اللي مستكبر على سنه النبي عليه الصلاه والسلام يومئذ يودوا الذين كفروا وايه ها وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض. شفتوا قبل كده عربيه مقطورتين دايسه على طفل مسوياه بالاسفلت؟ شفتها نفسه تريلا تيجي تسويه بالارض من ندمه على التكبر على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي اصبح كثير من المجتمع بيسخر منها ويسمع السخرية منها من السفهاء على الاعلام ولا يرد. المستكبر، المستكبر على الالتزام، والمستكبر على شريعة ربنا سبحانه، المعرض عن الله. ما ربنا لما قال قل انكم لتكفرون بالذي خلق الارض بعدها ليه؟ فان اعرضوا. انت الموضوع ده يعني ما تهزتش يعني، فقل انذرتكم صاعقة. خلاص هتشوف المتكبر بقى، هتشوف التكبر بتاع ربنا في تضييق الارزاق، في انتشار العنوسة والبطالة، في نسبة الفشل الكلوي اللي بقت اعلى نسبة في العالم في بلدنا، في نسبة السرطان اللي بقى لا يملك انسان، في نسبة الامراض والاوبئة اللي جاية ورا بعضها، في تضييق المعيشة، في الاكتئاب والتوتر النفسي اللي بقى مالي 70% من الناس على الاقل. ما هو ربنا سبحانه وتعالى اللي يتكبر على الملك سبحانه وتعالى، اللي بيتكبر على الالتزام، الانسان اللي مش عايز يلتزم، اللي عايز يعيش حياته زي ما هو عايز، كانت النتيجة ايه؟ وترى كل امة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها، كل أمة تدعى إلى كتابها. يعني إحنا يوم القيامة يا أهل القرآن تعالوا اليوم تجزون ما كنتم تعملون. إزاي يا رب؟ هذا كتابنا، كتاب الأعمال أهو، وكتاب القرآن أهو، هيتصحح النهاردة صحيفتك على المصحف، هيتصحح النهاردة أعمالك على القرآن. ساعتها ترى كل أمة جاثية، ساعتها الكل هيبرك على رجليه، كل اللي تكبروا في الدنيا على الالتزام وتكبروا في الدنيا. اسم الله المتكبر بيقولك اتكسر، عشان ربنا ما يعاملكش معاملة تكسرك. اسم الله المتكبر بيقول اللي مش هيتكسر لربنا هو حر، ما يزعلش لما الابتلاءات تكسره، لانه مرضاش يتكسر لربنا سبحانه وتعالى. ثالثا وربك فكبر، وربك فكبر. انك انت تعرف اللي اتكبروا على ربنا خدوا يا جماعه، اللي اتكبروا على ربنا. كان في حاكم برازيل اسمه نيفيس، نيفيس ده دخل الانتخابات الرئاسيه، قال انا، وكان في خصومات يعني مع، قال انا لو خدت 500,000 صوت ولا ربنا نفسه هيقدر يشيلني من على كرسي الحكم. خد 500,000 صوت ومات قبل ما يقعد عليه ولا يوم واحد. كان في مطرب زمان عالمي كده اسمه كازوزة، المطرب ده كان في حفلة كده وعايز يعمل نفسه يترسم قدام الناس، قام ساحب نفس سيجارة وقام باصص للسماء وقام نفخه لفوق وقال له دي ليك يا رب. فكان من اول من ابتلاهم الله بالإيدز فحطمه تحطيما. ملكة مارلين مونرو قبل ما تموت باسبوع واحد دخل واحد واعظ ليها في المكان اللي هي فيه وقال لها انا ربنا بعتني ليكي عشان يذكرها. قالت له ربنا انا مش محتاجة في حاجة. فما مر اسبوع الا وكانت منتحرة وبتقول انا اتعس امرأة في العالم والعياذ بالله. سفينة الفضائية تشالنجر المتحدي، وكان الواحد ايام طفل صغير ايام تشالنجر، وكان نونة بتشالنجر كل ما تفتح نشرة الاخبار باقي على تشالنجر 15 يوم وتنطلق، باقي 14 يوم باقي لحد كان الاعلام يا جماعة يعني اللي كان في هذا السن يدرك
الاعلام جنن الناس بالتشالنجر، الست رواد العظماء اللي هيطلعوا في التشالنجر، لدرجة ان انا فاكر يوميها من كتر الشحن والتعبية الاعلامية نمت يوميها وصحيت من النوم بفتح التلفزيون بسرعة، النهاردة يوم انطلاق تشالنجر، انا عايز اعرف تشالنجر ده تطلع تعمل ايه. لقيتهم في الاخبار جايبين صورة صاروخ طلع 29 ثانية وقام مولع نار وقام واقع الرفات بتاعته في المحيط، وقعدوا يلموا اللي في الرفات بتاعته من المحيط. تشالنجر على مين وتشالنجر لمين؟ تلاقي اعظم اطباء في علاج اي مرض يموتوا دايما بالمرض ده، او كثير منهم يموت بالمرض ده بدون ذكر امثلة، يموت بالمرض ده. ربنا لما انتقم من النمرود خده هو في قمته وخده بذبابة، ربنا لما انتقم من قارون خسف بيه وهو في قمة غناه، ربنا لما انتقم من فرعون انتقم منه وهو وسط الجيش بتاعه كله بكل الرتب بتاعته بكل السيوف والنصور بتاعته، ربنا قدام عينيهم خلاه طعام لسمك البحر الاحمر، وقدام عينيه خلاهم طعام لسمك البحر الاحمر. حدش يتكبر على ربنا، محدش ينسى مين هو ربنا سبحانه وتعالى. وربك فكبر. الملحدين لما تكبروا على ربنا ربنا قطم وسطهم في الاتحاد السوفيتي. اليهود قالوا خط برليف قنبلة نووية بس اللي تعرف تشيله، ربنا هده بالمية، ربنا هده بخراطيم الماء. وربك فكبر، وربك فكبر. لما قوم نوح تجبروا، الذين تمردوا على الله، الذين تمردوا على رب السماء والأرض، لما قوم نوح تجبروا وتمردوا وتكبروا، سيدنا نوح قال ربي اني مغلوب مش عارف اعمل لهم حاجة يا رب، الاعلام بتاعهم بيصرفوا عليه مليارات، جننوا الناس، خدروا عقول الناس، ربي اني مغلوب، هم اقوى في كل حاجة يا رب، ربي اني مغلوب فانتصر. اسمع المتكبر عمل ايه في اللي تكبروا على شرع الله، وتكبروا على اولياء الله، وتكبروا على سنة رسول الله. ففتحنا، ربنا، ربنا اللي فتح، ففتحنا مش ففتحت، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. يقول لك همرت الخيول الارض، دقت الارض وعلمت فيها برجليها، يعني المطر نازل صواريخ، المطر نازل وابل من الرصاص، زي يقول لك انهمر الرصاص بماء منهمر. وفجرنا الارض عيونا، تفجيرات، لما يبقى واحد قاعد وفجأة يلاقي تفجيرات بس مش قنابل، ده الارض بتنفجر بالمية، المية خارجة غضبانة على البني ادمين، ناس طالعة من تحت الارض زي القنابل والمية نازلة زي وابل الرصاص من فوق. ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر وحملناه على ذات الواح ودسر. الله اكبر. الذين يتكبرون على الدعاة الى الله، الذين يتجرعون على العاملين لدين الله، ده سيدنا محمد بيقول لابو بكر لان كنت اغضبتهم لقد اغضبت الله، وفي اللغة الغضب هو ما قبل الانتقام، الغضب هو ما قبل الانتقام. وربك فكبر. ان الانسان يعرف مين هو ربنا، ان الانسان يعرف اللي بيتجبر على ربنا ربنا بيعمل فيه ايه، وان الانسان يعرف اللي بيتكسر لربنا ربنا بيديله ايه. شوفوا يا اخواني، ربنا بيقول هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن ايه، لم يكن شيئا. ربنا المتكبر بيقول للبني ادم ده انت ما كنتش حاجة اصلا، لم يكن شيئا مذكورة، ده انت ما كنتش شيء، انت نسيت، كنتش حاجة. ها طب في نفس الصورة، صورة الانسان اللي كسروا ربنا، يقول لك ولقاهم نضرة وسرورة، الملائكة مستنياهم وفرحانين، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، حرير في حرير، متكئين فيها على الارائك زي كوشة الفرح كده، وكل الدنيا بتزفهم، لا يرون فيها شمسا ولا زمريرة، ودانية عليهم ظلالها، اغصان الاشجار خدامين عندهم، اغصان الاشجار جاية لحد عندهم تأكلهم، يطاف عليهم بانية من فضة، الملائكة بتخدمهم، يسقون فيها كأسا، زوجته والحور العين بتخدمهم، يطوف عليهم ولدان مخلدون. ايه ده، ايه ده، لم يكن شيئا، اللي ما كانش حاجة،
اللي ما كانش شيء لما كسر لربنا بقى الكل في الكل. لما كسر لربنا بقى كل شيء في الحياة خدامين عنده، بقى هو الكل في الكل. واللي تجبر على ربنا وتمرد على ربنا سبحانه وتعالى ربنا كسره، المتكبر كسره. يبقى إخواني في الله، آخر ما نختم به في الخطبة الأولى، الجبار المتكبر، العنصر الرابع، الجبار المتكبر. المرة الوحيدة اللي جي فيها اسم المتكبر في القرآن، من العجائب ان الاسم اللي جيه هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الايه الجبار المتكبر. من عجائب القرآن وعجائب الاسماء الحسنى ان ربنا جاب اسم الجبار جنب اسم المتكبر، الاتنين عكس بعض. ازاي؟ الجبار جابر الكسر اللي لما تتكسر هو يجبرك، والمتكبر اللي بيكسر اللي بيتكبر عليه. لما يقول له انت نسيت نفسك، انت نسيت انت مين وانا مين، فالاثنين كأن اللي هينكسر لربنا ربنا هيجبر كسره، واللي هيتكبر على ربنا ربنا هيقطم وسطه، ربنا هيكسره مهما كان. وتلاقي اخر اسم في الايه هو اسم المتكبر، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. كأن المعنى اخر الدواء الكيس. لو الانسان ما عظمش الملك، لو الانسان ما خافش العزيز، لو الانسان ما طلبش السلامة من السلام، لو الانسان ما خضعش للمهيمن، خلاص ما عادش في علاج للبني ادم ده غير المتكبر. بقى ما عادش في علاج للبني ادم ده. الدكتور يجي له المريض، طب ادوا له ادويه، طب ادوا له حقنه، طب علقوا له محلول، طب اعملوا له مساج على قلب، في الاخر ما فيش حاجه بتستجيب، اعملوا له صدمات كهربائيه بقى خلاص اخر الدواء. فاخر العلاج المتكبر. اوعى تعرض نفسك لاسم الله المتكبر في هذه الايام التي كلما زاد البلاء فيها علينا زاد الناس في معصية الله، وكلما ضيق في تحصيل الأرزاق زاد سعي الناس على المال الحرام. ربنا لما بيرسل لنا الرسائل يا جماعة بيرسل لنا الرسائل عشان نفوق، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. ربنا جاب اسم الله المتكبر في سورة الحشر بعد الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، بعد ما الناس نست مين هم ومين هو ربنا، مين الفقير ومين الغني. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، ربنا بيقول للناس ده لو جبل كان لان، ده لو جبل كان اتكسر لربنا من جلال ربنا، لو جبل. تلاقي الواحد الوقت يتفرج على فيلم رومانسي البطل يموت في الاخر يقعد يعيط شهر، وهو بقاله سنة ما يعرفش منظر الجامع ساعة صلاة الفجر ومش همه. تلاقي الشاب يخطب فتاة يحصل بينه وبينها تاتش تاتش، تلاقي جاله اكتئاب حزين وما يعرفش ينام غير لما ياخد مهدئ، وهو ممكن عينيه ديت وممكن بقاله سنة ما ركعش ربنا ركعة، بقاله سنة ما صلاش الصبح غير بعد ما الشمس طلعت فيما اعتبره العلماء كبيرة من الكبائر، ويقول لك اعمل ايه اعمل ايه. لو انزلنا هذا القرآن على جبل، ده لو جبل كان لان، ده لو جبل قدام الايات دي كلها كان لان. اخواني واحبابي في الله، مرة اخرى التكبر في البشر صفة ذميمة جدا. لما واحد عنده فلوس ولا مركز يقول للغلبان انت نسيت نفسك، انت عارف انت بتكلم مين، انت نسيت انت مين وانا مين، اعتبر الصفة ذميمة، لان اللي بيقول الكلام ده متكبر فعلا، لان ده عبد وده عبد، وهما الاتنين هيبقى اخرهم جيفة قذرة. انما ربنا سبحانه وتعالى العظيم احيانا بيقول للعبد اوعى تنسى نفسك. لما العبد بينسى نفسه اوعى تنسى انت مين وانا مين، والا هتعرض نفسك انك تتعامل باسم الله المتكبر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. لبيك يا ربنا وسعديك، والخير كل الخير في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، معرفة الله هو أعظم علم على الإطلاق في الحياة. علوم الأنبياء كانت علم النص اللي ربنا أنزله وعلم الأسماء الحسنى. عايزين نتعرف على ربنا، عايزين نتعرف على مالك الملك سبحانه وتعالى، لأن عدم معرفة أسماء الله الحسنى بتخلي الإنسان ما هوش عارف ده بيحصل معاه ليه، طب حصل مع الناس في الموقف الفلاني ليه كده، طب ربنا عامل ده معاملة غير ده ليه، طب ربنا فتح على ده وده ضيق عليه ليه، طب ده شفي وده مرض ليه، طب ده رفع وده خفض ليه. ليه؟ اللي بيعرف أسماء الله الحسنى هيعرف ربنا بيعامل البشر ازاي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت كما أثنيت على نفسك. عشان كده كل ما يبقى في علاقة بيننا وبين كتاب الله، كل ما يبقى في علاقة بيننا وبين القرآن، كل ما هنعرف ربنا. لأن النبي قال: أنت كما أثنيت على نفسك. الله أثنى على نفسه في القرآن، فلا أحد يمكن أن يعرفك بالله مثل القرآن. مين يا أخوانا النهاردة قرأ سورة الكهف؟ مين يا جماعة النهاردة قرأ سورة الكهف؟ السورة التي ندب النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ كل يوم جمعة. مين قرأ سورة الكهف وتضلع من الأنوار بتاعتها؟ مين يا جماعة محافظ على صلته بكتاب الله؟ مين محافظ على صلته بدعاء الله؟ مين منا هيغتنم النهاردة الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، الساعة الأخيرة وهي ساعة الإجابة، الساعة اللي قبل المغرب؟ مين فينا هيرفع إيده للملك شيك ممضي على بياض نازل عليك من السماء، مش شيك ممضي على بياض ملياردير ادهولك وقال لك اكتب في المبلغ اللي انت عايزه، شيك ممضي على بياض نازلك من فوق سبع سماوات في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة. اطلب ما تشاء، اطلب ما تريد، سأل الله ما تحتاجه. شوف أكبر مشكلة عندك، شوف أكبر حاجتين أو قضيتين في حياتك، شوف أكبر ثلاث طلبات حياتك مشاكل من غيرهم، وتضرع إلى الله في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، وتضرع إلى الله في الثلث الأخير من الليل. عايزين نعامل ربنا صح بقى يا جماعة، عايزين نعامل ربنا صح. ربنا مش متكبر بس، ربنا رحيم، ربنا ودود، ربنا غني، ربنا خزينه فيها كل شيء. ربنا المليارات اللي اداها الاغنى 100 راجل في العالم كلها نازلة من الخزائن، اطعم المجوهرات اللي لابسها نساء العالم كلها نازلة من الخزائن، كل الفواكه والزروع اللي طالعة من الارض والنور اللي نازل من الشمس من السماء كله طالع من الخزائن، كل الشيكات وارصدة البنوك، كل الاموال اللي في البورصة، كل الذهب وسبائك الذهب اللي عند الجواهرجية واللي عند البنوك العالمية، كل الارصدة اللي في خزائن البنك المركزي وكل البنوك المركزية في العالم كلها من خزائن الله. ربنا لما شاء ادى لده مليارات، وادى لده ملايين، وادى. ربنا ما يدكش ليه؟ اقبل على الله، اقبل على الله الغني. الناس بتحب الاغنياء وتقرب منهم. طب الغني المطلق سبحانه وتعالى في غناه بيعرض عليك انه يصحبك في حياتك. انت تطول ان واحد غني من اغنياء الدنيا يمشي معاك في حياتك كلها ويسد عنك كل فقر. طب ربنا الغني بيعرض عليك ان يصحبك وان تصحبه. عايزين نعرف يا جماعة، عايزين نعرف مين ربنا الاكرم، مين الاكرم؟ انت وانت في بطن الام لما كنت لسه جنين جسمك ده بيتكون من 120 الف صفة، كل يوم كنت بتاخد حوالي 500 نعمة من نعم ربنا في جسمك، عشان تضرب ال 500 في عدد الايام يطلع شهور الحمل في الاخر. ربنا غرقك كرم، ربنا اداك وغمرك وغرقك نعمة واحدة من اللي ربنا اداها لك في الرحم، لو نزلت من بطن الام ناقصها ملايين الدنيا كلها ما تعوضهاش، مليارات الدنيا كلها ما تجيبهاش. ربنا اداك من كل ما سألته، ربنا اكرمك. ما انتش طمعان في كرم ربنا ليه؟ ما انتش طمعان في رحمة ربنا ليه؟ ما انتش طمعان في غنى ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ ما انتش طمعان ان القوي يقويك والغني يغنيك؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعرض علينا يا جماعة ان نتخذ الله صاحبة، انه يبقى صاحبنا في الحياة. ربنا بيعرض علينا هذا، ولكن عشان ربنا يصحبك لازم انت تصحبه، لازم تبقى متصل بكتاب الله باستمرار، لازم تبقى متصل بعبادة الله باستمرار،
عايزين نخرج من خطبة النهاردة واحنا مكسورين لربنا، واحنا فاهمين ان اسم الله المتكبر معناه انك اتكسر له. عارف اللي ماسك على واحد زلة؟ اتكسر له، اتكسر له لما تسمع امر من اوامره. عيش في الدنيا مكسور لربنا وشوف ربنا هيرفعك قد ايه، وشوف ربنا هيعزك قد ايه، وشوف ربنا هيكرمك قد ايه. نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم علمنا اسمائك الحسنى، اللهم فقهنا في اسمائك الحسنى، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم احي قلوبنا بمعرفتك، اللهم علمنا القرآن، اللهم فهمنا القرآن، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم أقمنا على مرادك منا، اللهم أنر قلوبنا، أصلح قلوبنا، أضئ قلوبنا يا رب، اللهم قو في رضاك عزمنا يا رب. لا نهلك وأنت رجاؤنا، ولا نضيع وأنت مولانا، ولا نضل وأنت هادينا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله في كل كرب، حسبنا الله في كل أمر، حسبنا الله في كل مرض، حسبنا الله في كل حاجة، حسبنا الله في كل وقت، حسبنا الله في كل حال. يا رب، يا عظيم السماوات والأرض، يا مالك الملك، يا خير المنزلين، يا خير الرازقين، يا خير الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم اهد أهل مصر، اللهم انزل هدايتك على أهل مصر، اللهم ألف بين قلوبهم على طاعتك وابتغاء مرضاتك، اللهم أعز مصر بالإسلام، وأعز الإسلام بمصر يا رب العالمين، اللهم أعز مصر بالإسلام، وأعز الإسلام بمصر يا رب العالمين، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تستبدلنا، اللهم لا تتولى عنا، اللهم لا تتولى عنا يا رب. نظرة رضا يا رب، نظرة رحمة يا رب، فإن عبادك يا ربنا، فإن عبادك وليس لنا سواك يا الله. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف أمراضنا وأمراض المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم املأ أبداننا بالعافية وأبدان المسلمين. اللهم يا ربنا أد عنا الديون وعن المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات إلى يوم الدين، واهد غير المسلمين يا رب العالمين كما هديت المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.